الفريق ديالنا ديما كيلعب مقابلات، ولكن الضغط ديال الرتبه والضغط ديال الوضعيه اللي كنعيشوها كتخلي ان اللاعبين ما كيركزوش. الى لاحظتي اليوم كنا الاحسن في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني، ولكن ديما غنقولوا بان ما كاينش لا ريوسيت، ما كانش لاحظنا بان راه كنا نقتلوا المقابله في اي وقت، ولكن نقطه كنعرف بان نقطه ما كافيناش، لان الوضعيه وحتى الكلاسمون اللي احنا فيها ما كتخليناش.